مشاهدينا بدي احييكم مع الحل عنا عبر الام تي في، ومثل كل يوم بلقائنا بنبلش بالمعلومه. نبلش بموضوع الكهرباء. كهرباء لبنان أعلنت عن عزل مخرج حلبة من محطة حلبة الرئيسية يوم السبت بكرة، ومخرج المطار من الحطة نفسها يوم الاثنين من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 4 بعد الظهر بإطار استكمال مشروع الاستثماري بعكار. تيار الكهرباء أكيد رح ينقطع خلال فترة العزل المذكورة عن القرى التالية: حلبة، مفرق الشيخ محمد، حي البحر، حارة البسة، وتلحيات. إن شاء الله كنا لفظتهم مزبوط. كمان أعلنت أنه من أجل وضع مخارج جديدة بمحطة سور الرئيسية قيد الخدمة رح يتم عزل كل المخارج التالية بمحطة البرج، سور، المينا، المؤسسات، المساكن، جل البحر، الساحل، رأس العين، الخدمات، الأسواق، الرشيدية، صيدا، الزرارية والأصمية اليوم الجمعة لحتى الساعة 4 بعد الظهر. أكيد رح ينقطع التيار اليوم خلال فترة العزل عن كل البلدات والقرى اللي بتتغذى من هالمخارج. هيدا بالنسبة للكهرباء. أما بالنسبة للمي، مياه بيروت وجبل لبنان المؤسسة أعلنت أنه بسبب العطل يلي حصل على القناة وتسبب بإعكار، ما زالت المياه غير مؤمنة عن المنطقة الممتدة من نهر إبراهيم للساحل عمشيت، وستعاود أعمال التكرير والتوزيع فور انخفاض نسب العقار راجية تفهم المشتركين. اتصالاتكم مشاهدين على 04-444-4444، وباخد أول اتصال لليوم. ألو. ألو، أهلا. يعطيك العافية. أهلا. نعم، تفضل. يعطيك ألف عافية. أهلين. معك سليم محفوظ من فترة. محفوظ. إيه، أهلا أستاذ محفوظ، تفضل. أنا عندي صالون بأدما. نعم. بوجه مستشفى الإرباوي. نعم. وفر أنا. نعم. وكان حكيم عندي، أنا كنت مشعر هرزي بظهري أنا للآن. نعم. نعم. أوكي، من بعد 3 سنين عم بستشير الحكيم، كان عم بقص شعريته عندي، عم بحكي أنا وياه. قلت له معقول يكون فيها شيء تكلس أو شيء؟ قال لي نعمل صورة من التكلس. في وجع؟ قلت له لا. عملنا صورة ما بين في شيء أبدا. رجع قال لي عمول على صحة السلامة، هيك فشخة انت هون وقطعت الطريق وهيك. رحنا معرف إيري الرابور تبع الفيزيو وضغط لي على النار الكاتر ألفين، برضو غيرني يعني، برضو غيرني. حطينا واحد تاني، اجينا شار خليفة أول واحد إلي دحديح تاني واحد، عملنا 4 جلسات وصار يقوى عندي الوجع أنا والحريق. قلت له عم بتشد علي أكتر، حط لي المكنة رابع مرة وفل 20 دقيقة، اجا من بعدها بخمس دقايق يعني تركني 25 دقيقة 27 دقيقة بالمركز جاي عم ينهش، حط لي الاجر وبلعني اياها بنيعة. صارت بعيدة عني انجع 10 سنتيه، مزق لي الغضروف والطنطونات وكل شيء. تشكينا عليهم وحكيت معهم بالادارة وكل شيء، واجتمعت فيهم على اساس رح يحطوا لي حكيم عظم وعصب. صار لي 2 سنة و10 أشهر عم بركض من حكيم لحكيم، صارت بيرم 44 حكيم في حكمة رايح لعندهم 10 مرات كمان أو 5 مرات. يعني أنت بتشوف كيف في خطأ بالأثناء وين بالمستشفى اللي حكيت عنه؟ معرف إيري الرابور. طيب لمين اشتكيت؟ اشتكيت للنقابة تبعه، اشتكيت للوزارة، شو عملت؟ حكيت مع النقابة، حكيت مع الوزارة كذا مرة ودقيت لهم على أساس نقابة مين؟ المعالجين الفيزيائيين أو نقابة المستشفيات؟ مظبوط. المعالجين الفيزيائيين. مظبوط. ونزلت انا على الوزاره لتحت كمان. نعم. قالوا لي بدك تشوف حكيم ويعطيك رابور. جينا عند حكيمي هون عطيني رابور ما حسمل لي اياها 100% انه منه الفيزيو، عم بيصيروا بعضهم لانه هو الحكيم بيحكم هون بالمستشفى. طيب هلا النتيجه بعد 3 سنوات يعني بين الحكيم وبين الطبيب الشرعي بالرابور. طبيب الشرعي بيقول لي حكيمك يعمل لك الرابور، طبيبي بيقول لي خلي حكيم طبيب الشرعي يعمل رابور. بقى بليز بدنا حل. صار لي 2 سنة و10 أشهر عم بركض، صرت فوق 300 استشارة حكيم، ما عاد في عم بوقف على جاي مع بقدر امشي. لا انا اللي بقصده انه الطبيب الشرعي الواحد لما بروح عند طبيب شرعي لا يعمل هو يعني ليه بده يعني عرفت مدين بيعرفوا بعضهم عم بيصيروا بعضهم وما حدش بيتشكى على شركة. انا بدفع شوي صغيرة يمكن للمحامي هون او شيء كذا فيعملوا لي اياها، بينما المستشفى بيطلبوه كذا مرة. عم بيصيروا بعضهم، عم بيصيروا على ظهري انا
وفي خطأ طبي لازم طيب. يتحملوا المسؤولية. أنا أول شيء رح راجع عم يشتغلوا عندهم. نعم أنا رح راجع النقابة أول شيء لشوف بهالحالة وين بتتدخل النقابة، لأنه إذا بنا أوكي. بين حكيم وطبيب شرعي ومستشفى يعني ضايعة. في نقابة إذا أنت منتسب لهذه، إذا هالأطباء هنيك منتسبين للنقابة بتقدر النقابة هي تعالج الموضوع معهم. أوكي خليني. حلولي الأمر عندك شيء عيجوني. نعم جربوا عيجوني حلولي الأمر لأني بوصوني هون وما تخذنا طب أنا أنت هلأ أني منك مقتنع لك 3 سنوات اليوم حبيت تحكي بالموضوع نحن عندك هلكت أنا وإركض عند الحكمة لحظة عندك رقم الملف بالنقابة عندك أي متى تاريخه أو شيء بالنقابة بعد ما وصلناش عن النقابة أنا حكيتهم على التليفون لا بدك تتشكى رسمي على النقابة ونحن مندعمك كمان لأنه صار دور النقابة هلأ أنها هي تلاحق بدك كيف بتعرف النقابة إذا أنت ما خبرتك أوكي بس الرابور تبع الحكيم عم يعمل لي يلزم لي 100% لأن أنطوان معلوف الحكيم العظم يلي وصف لي بيعرف لي كل شيء وطبيب شرعي بيقول لي شوف حكيمك وحكيمك واجتمعت طيب. فيهم 3 مرات اليوم في نقابة بيعودوا لإلها أطباء الفيزيائيين يلي أنت أوكي. موضوع شكوى تبعك كلهم عم بيسطروا على بعض هلا طيب انا كيف بقدر ساعدك انا عم بقول لك على الطريق عم بقول لك نحن بنساعدك انت اليوم نطرت 3 سنوات تروح وتعوا تروح مفروض انك تقدم شكوى على نقابه ما ضايع بين الحكمه ضايع بين الحكمه يا خي تسيل النقطه يا خي ما هذا الحكيم يا استاذ الفيزيوثيرابيست يلي انت عم بتقول انه عمل لك الخطا الطبي إيه؟ بدك تروح على نقابته إذا كان هو منتسب لنقابة المعالجين الفيزيائيين بيستدعوه وفيك تحط لهم بالشكوى أنت وين وصلت كيف بيحلوا لك المشكلة عم تفهم علي شو بقصد أنا أوكي ستنا بس أنا علقان بين الحكيم طبيب شرعي وحكيمة كمان بتقدم شكوى لنقابة الأطباء بيستدعوا الطبيب بيقول ليش مش عم تعطي يعني في مرجع بدي أقول لك لأقول لك شغلة في إن كان الأطباء بس في قلة أخلاق وقلة ضمير هلا قلة الأخلاق خليني أتفهم سليم كم جلسات ما قدرش أمشي أستاذ سليم خليني أتفهم أنا وياك أنت نطرت 3 سنوات اليوم عم تحكي عم تطلع على الهواء تتحمل مسؤوليات أنت أولا بين حكيم وبين طبيب شرعي وبين مستشفى كل واحد له مرجعيته المستشفى كل واحد بزتنا على الثاني يا خي خلينا نوصل لحل خليني أساعدك نحن بدك تسمعني ولا لأنه في ناس ناطرات أوكي طيب اليوم لك 3 سنوات بين طبيب شرعي بيعمل رابور لا الحكيم بيعمل رابور كتير منيح اليوم فيك تتوجه لنقابة المستشفيات تقول لهم أنا صار معي حادث بالتاريخ لليوم ما حلوا لي بتوجه بشكوى تاني لنقابة الأطباء حول الأطباء يلي ما عم يعملوها وبتروح على نقابة المعالجين الفيزيائيين بتقول لهم هذا المعالج أو فلان بتاريخ كذا وصلت معهم لهون حلوا لي المشكله لان انا ما رح ارضى انه معالجه طبيه ما توصلني محل ولا بدك تحط محامي يتابع لك العمليه بين هودي كلهم يعني ما عندك حل غير هيك اهلا وسهلا فيك باخذ اتصال اخر يعني يعني اهلا وسهلا بس ما بدي اقول له شغله للاستاذ سليم الشغله ما منتبعها باولها لما راجعها يعني على الأكيد لازم ما ننطر 3 سنين و4 سنين وبعدين نقول وصلنا لحيط مسدود شوف شو بدكم ترجعوا تعملوا لنا بكون حالته الصحية عم تدهور بكون مع حدا عم ياخد عقابه أو عم ياخد اللي لازم ياخده من المراجعة لازم تصير تفضلي مدام شو عندك بونجور مدام رابيكا نعم تفضلي كيفك الحمد لله إن شاء الله هالعيد بكون عليك خير وعلى كل الناس يا رب تفضلي حبيبة قلبي أنا كنت حكيتك بخصوص جوزي فادي الفداوي فادي الفداوي طبعا ما عمل الورق بحس رايل ما يا أختي لما خلص ما هيدي مشكلة صارت إنه لما بيصرفوا ناس إذا كان صرف تعسفي أقله يعطوه حقه كصرف تحسفي مش إذا واحد مرض يعني بنقول له يلا روح على بيتك وبقى ترجع بدي وقت هلأ شغل مدام معك حق بس اليوم لو بيصير في صرف تعسفي أو صرف من النوع بده تعرف وزارة العمل بالموضوع حتى وزارة العمل تتدخل مع أصحاب المعمل عرفتي يعني هيدي الطريقة اللي لازم تنعمل هلأ أنا فاصل ومنتبه.